تاخذك من هالمكان وتطلعين، ما بشوف وجهك هني مره ثانيه. انا خلصت اوراقي وراح امشي من المدرسه. نقل؟ اي نعم، ويا ريت توافقين عليه. حط عينك على احد؟ بدور اخت بيبي طليقتك. ما كلها البنت هذه؟ دكتور الريال طلع كذاب، لعب علينا. بدر مو نصيبك، منى مو نصيبك. ما راح اكنسل موعد اظافري عشان امك واهلك. منى لا تطلعيني من طوري، تعطيني ظهرك وتمشين وانا قاعد احاكيك. شيماء حملت توم بس ما الله كتب وطيحت. عظم الله اجرك. اسمع ايش تبي تقول؟ انت الكويت تحكي عقب اللي صار؟ احبك. هذا رقم مسجله باسم الصبي اللي يشتغل عندي. لا تخافي منى ما تدري عن شيء. وين الفلفل دقوس بقراشها؟ ما عندك مبيا؟ خلص ما يبتي جديد. وانت ايش لك بالفلفل؟ خليك كذي دمك بارد لا يصير دمك حار من صدقك. لا بسم الله على محمد طول عمره عادي بارد. والله انا لا فلفل قراش يغيرني ولا غيره. وتي شلون؟ روحي من معبوش. عاد صدق؟ يقولون المعبوش وايد لذيذ مع ساندويتش. نعم. صدقكم انتم؟ تخيل يعني سندويشه مع معبوش، شو السالفه؟ تدري لو تصير هذه صدق برجر مع معبوش راح تصير هبه الكل راح ياكل. صح هذا من صدق. الحين اي شيء جديد يصير هبه. هلا دلال. فيك عسى ماشر. زين شوي شوي خل افهم بس دلال. ايش فيه؟ ما ادري. يبا شوي شوي بس علشان افهم ايش فيك. محمد انا ما اقدر اتحمل. ما اقدر اتحمل الاداره. وصلت معاهم يتكلمون عني. انا صبرت وايد. بس ليهني منو هم هذولا؟ الموظفين الحريم والرياييل قاعدين يتكلمون عني بشرفي وبعرضي وانا بنت ناس. حتى الرياييل تكلموا بعرضي. انا ما اقدر اتحمل الاداره، ما اتحمل المكان. كل يوم قاعد اشوف نظراتهم حقي. انا بخلي الاداره، ما ابي اكمل. انت واجههم. انا تعبت، بقعد ببيتي ما راح اروح ولا مكان ولا ابي اتوظف. يا بنت الحلال انت هدي اعصابك، لا تستعلين اتخاذ قرارك، لا تحاتين انا راح احل الموضوع. خلي عندك ثقه بنفسك علامك، كلش هدش باخلاقك انك انسانه محترمه. ان شاء الله ان شاء الله. دلال يبا كلام الناس هذا كله ما يودي ولا يجيب. تعطي كله بحر خلاص، لا تحاتين انا عندي الموضوع. تمام، مع السلامة. باي باي. يلا في الله. تصبحين على خير حبيبتي انتي. تمنى لها.
انتقى هلا حبيبتي شلونك؟ شلونك؟ الحمد لله. ازيك يا مختفيه؟ الحمد لله بخير. تشتغلي هنا؟ اي انا داومه هني. شلونك؟ شلون البنات؟ شايبك هني؟ الحمد لله كلنا بخير. والله انا جايه عشان دوره للطلبات. اي ما كانش عيش وملح عشان تسالي علينا؟ والله يا حبيبتي انا حلوه لهت عليكم للامانه، بس ما ادري احس كذي احسن. سحبت نفسي بهدوء مثل ما يقولون، ما ابي اسوي لويا بالمدرسه. والله اللويا موجوده والمدرسه كلها ما عندهاش كلام الا في الموضوع بتاعك ده. ايش قصدك؟ قصدي ان ابله منى ما قصرتش، وان هي قالت ان هي ورا السبب الرئيسي في خروجك من المدرسه، وان انت ترجتيها كتير علشان علاقتكم ترجع ببعض، بس هي رفضت. عادي، اي وحده تترك اي مكان بيتحجون عليها قيل وقال، خاصه اذا كانت هالوحده ينحسب لها الفحسب. صحيح. المهم مكانك فاضي ووحشتينا وحشتنا القعده معاكي، بس نعمل ايه طالما انت مبسوطه ربنا معاكي. حبيبتي يا امتقى نورتينا. سلمي على البنات. الله يسلمك. يلا الدوره بدات. مع السلامه. شيماء أنا طالع. يبا ما تبين أوصلك بيت أهلك؟ يبا أنا إيش ذنبي؟ ليش حقرتني؟ شنو شيء بيدي أسويه وما سويته؟ يا بنت الناس هذه كذبة رب العالمين. قولي الحمد لله على صحتك. بدل ما تصلين ما تدعين ربك تدفعين دفعة بلا قاعدة تاكلين من عمرك كذي؟ ايش فيك انتي؟ اكلم الطوفة انا. شيماء ترى انت اللي قاعد تحديني على الشر. انت اللي ملوعة كبدي من البيت. انت اللي تخليني ما ارد البيت. انت اللي تخليني حتى ما اشتي اسولف معك. ردي علي يا شيماء. شالوا الرحم. شنو؟ شالوا الرحم. يعني بعد ماكو عيال. ماكو حمال. شنو يعني شالوا الرحم؟ شنو ماكو عيال هذه؟ ليش زينزي؟ متى؟ ليش ما قلتي لي؟ أعلمك عشان تروح لها. أروح لمنو؟ بيبي حبك الأول. أنت مجنونة. أنت مجنونة بتنيني معاك. أنت بتطفشيني؟ بتطفشيني ولا شنو؟ أنت وين بتوصلين معاي؟ إي طبعاً تبيها حجة بتروح لها. هي أم بنتك أنا منو؟ أنا حيلا غلطة وصارت لك بالحلال وخذيتها فوق مرتك. عبارك ما أشوف لهفتك عليها، حبك خوفك لما يدق التليفون تشيله بتشوف هي ولا لا. طبعاً مسوي بنتك حجة عشان تروح وترد، بس مو عشان بنتك، عشان تشوف أم بنتك. يلا الحين جت لك ليه عندك، روح لها. يلا روح، قوم روح. إي بروح بروح. هذا اللي تبينه أنت عدل؟ بروح لها. وانتي خلتش هني موتي من البيت وكلي بنفسك. اوف. السلام عليكم. اهلا. شلونك هاجر؟ الحمد لله بخير. شنو الموضوع اللي مهم ما تقدر تأجله؟ إذا معطلك عادي ترى أمشي وأكلمك بالتلفون بعدين. لا إيش دعوة، عفو عليك، حتى لو مشغولة أفضل لك.
هاجر ابي منك خدمه. في موظفه معي بالدوام هي خوش بنيه ومحترمه ونسى الله يهداهم يعني الموظفين اللي معانا بالاداره مضايقينها. فهي ما قدرت تحمل يعني قدمت استقالتها وطلعت. فليت لو تكلمين الوالد يعني يكلم احد من معارفه يشوف لها وظيفه. احس ان انا السبب اللي صار لها. شلون يعني انت السبب اللي صار لها؟ هي طلعت بسبه ان في بعض الموظفين شايفين ان موضوع الزماله بيني وبينها تعدى حدود الزماله وهم شايفين ان موضوع اكبر من كذي. انت مستحيل. والله هذا اللي صار يا هاجر. وزاد الحكي وانتشر والبنيه ما قدرت تحمل يعني صبرت مره مرتين ثلاث لين سحبت نفسها بكرامتها وطلعت. فانا احس اني ملزوم اساعدها. فليت لو تكلمين الوالد يعني يكلم احد من معارفه وشوف لها اداره تناسب خبرتها وشهادتها. اي هذا رفع عليك عاد ابوي وايد يحب يساعد الناس خاصه اذا درى ان الشخص هذا من صوبك. ولي تامر فيه حاضر. والله بنت خالتي ما قصرتي. وان شاء الله انا راح اطرشك اسمها بالكامل وبياناتها بالواتساب وتكفين استعجلي بالموضوع لان حرام البنيه قاعده بدون وظيفه. فانا ودي افرحها يعني ما ودي اكسر بخاطرها. اي تامر امر شموس خاله عندي انا. تبيني اطلب لك كافي؟ لا مشكوره شارب قهوه. زين سويت ترى سويت عندهم يمدحونها. حزت غدا الحين اذا تاخرت على بيبي ما تغديت معاها راح تسوي لي سالفه. فانا مضطر امشي. مو مشكلة خلاص دز لي السي في وأوراقها وحاضر اللي تامر فيه. مشكورة هاجر ما قصرتي. تامرين على شيء؟ لا سلامتك. وهذه هي معودة قزرناها هذا الأسبوع كله بين عروس وعزايم. والله يزيد النعمة كل عرس أرده من الثاني. الله يعين. يقولوا لك بنت شريفة من ثاني يوم قالت ما أبي. هو ليش؟ ما أدري. تقولين عين وصابتهم. يا معودة عيون لوادم هذه أبد ما ترحم. هالحريم قاعدين بالصالة مبققين عيونهم على هالكبر مستكثرين عليهم هالزواج. بس بيني وبينك أنا سمعت إن الريال مقتدر وتو وارث من أبوه. وعلي عاد يقول لك الحين هي داق جبريلها إلا تبي تتطلق. ويا مريم تصدقين الزمن هذا صاير يخرع. يا معودة عيالنا بعمر زواج خلينا نزوجهم بسرعة ونستر عليهم قبل لا تحوشهم عين وتوقف نصيبهم مثل ما حاشت بعض بنات خلق الله. شوفي عاد بيني وبينك أنا مكلميني على بدور بس للحين ما قلت له ولا حتى قلت حق أبوها. صج؟ منو؟ سالم والديراننا يدرس معاها بالجامعة تعرفينه؟ يا حليلة. إيه سالم ما غيره؟ واي والله والنعم فيه والنعم فمه يا اختي خوش ناس ما يتعذبون. بس عاد زين يعني ومحمد ايش في محمد؟ لا يعني اقول من كم دورت له؟ والله شو اقول لك هو كان حاط عينه على وحده بس اشوفه الحين ساكت عنها. صدق يعني منو منو يعني هي وحده من مواخيدنا ما هي بعيده ما هي بعيده ترى. منو قولي لي؟ هاجر بنتك. واي هاجر حق محمد؟ واي يوم عيد وسعيد يوم عودة ويا هنا يا منعين يوم اشوف محمد بتزوج هاجر. زين عاد قولي لي فرحيني متى قال لك؟ هو قال لي بس الحين اشوفه ساكت يعني ما فتح وياي الموضوع مره ثانيه يمكن مشغول ولاهي بشغله. انا راح اساله مره ثانيه وافتح معاه الموضوع. على فكره ترى هو يحبها ويبيها وبنتك قاعده تتغلى. تغلى؟ ليش ان شاء الله يا حاصل لها اصلا؟ يا معوده حبيبتي قولي له وطمني ان البنيه لا وهو لها. اي احنا ابرك الساعات لما عيال الخاله يناسبون بعض بالعكس احسن لنا من الغريب. اي أيوة والله صدقين صدقين لو ما رايلك كان طقيت هي بباب الحين. سوي لي والله يقطع سوالفك. اي اقول لك اليوم شفت هاجر كلمت على الموضوع اللي قلت لك عنه مال الموظفه اللي معي بالدوام اللي تبي تنقل. فعاد كلمت اتكلم ابوها عشان اشوف لها واسطه. تدرين ما شاء الله معارفه وايد وعنده علاقات حلوه فيمكن يعني اشوف لها واسطه ينقلها يعني. زين انت البنيه هذه اللي قاعد تدور لها واسطات تبي تساعدها تمون عليها؟ يعني علاقتنا حلوه. علاقتنا؟ لا قصدي يعني زمالتنا. عاد انت لا تدققين على كل شيء عاد بيبي زميلتي. أنا مو قاعدة أدقق محمد بس ترى اللي أنت قاعد تسوي وايد غلط.
ليش غلط؟ شلون رايح تكلم البنية اللي أنت حسستها بحبك واهتمامك لها تروح تكلمها عشان تساعد بنية ثانية؟ أنت كذي قطعت حبل كل شيء بينكم، بعدين راح تشككها بحبك لها. أي حب؟ حبك الهاجر. شنو؟ أنت ما تحبها؟ ما أدري يما، ما أدري. يا يما، يعني هو ما يبين لك؟ يا يما يا حبيبتي، ترى الريال يبين عليه إذا شاريك وحابك. سمعيني زين، هو ولد خالتك، يعني مو غريب عليك. أنت 24 ساعة ويهك وفويها، بالطلعات بالروحات بالردات، يعني هو ما يحبك؟ ما يبين لك إنه حابك؟ يما ما أدري شنو، أنا أعلم الغيب. يا يما هذا مو غيب، الحاصل إن خالتك قالت لي إنه حابك وشاريك. خالتي تقول اللي تقوله، المهم هو اللي يقولها. وين ما قالها يا يمه؟ يمه ما ادري. يا يمه يا حبيبتي، انا ابيك تعلميني الحين وتفهميني. انت شايفه شيء على ولد خالتك؟ يعني حاط عين على وحده غيرك مثلا؟ خلاص يمه. يا معودة، زين اللي دكتور عطاني إجازة يومين، حدي تعبانة. اي لازم تحتاجين، ترى هذا ارهاق وتعب مال الدوام. اي والله. اللي انتي قولي لي، شو اخبارك؟ ماكو اخبار جديدة؟ عن منو؟ عن رفيشتك طبعا. لو تقصدين فلانة، ما ابي اسمع عنها اي اخبار، بس اذا عرفت انها قربت من بيتي وريلي هذا حكي ثاني. وهو مفكر يقرب صابها؟ خلي يجرب ويشوف، اذا ناوي على عمره يلا. شكلك قعدت له عدل. والله مراقبتها، حتى سيارتها فتشها، بنشوف اخرتها وياهم. اي زين تسوين، اللي مثل ريلك هذا لازم كل عين بمكان له، اما بعينهم ما يترس عينهم شيء. مو بس ريل، حتى الرفيجه لازم ادير بالي عدل، واذا واحد فيهم جدم على شيء راح يشوف شيء عمره ما شافه. بعدين انا سكت وايد، بس هالمره ما راح اسكت. هاجر شلونك؟ فاضي اشوفك؟ ترى انا ودلال قاعدين في كافيه، اذا ما عندك شيء يا ليت تمرين علينا، ابي اكلمك شوي. تعالي يما قعدي، ابيك بموضوع. سمعيني، في ناس طيبين واياويد مكلميني عنك. يا ويد وناس، شنو يعني؟ ما فهمت، بيخطبوني؟ اي، ام سالم مكلمتني تبيك حق ولدها سالم. هذا من صجه؟ هو ايش فيها يعني؟ لا يعني انا قصدي ان تونا صغار يعني على الزواج. ما لا والله، شنو صغار على الزواج؟ لا يعني انا قصدي ان تو الناس يعني احنا صغار وما تخرجنا للحين. ما فيها شيء، ما فيها شيء. يخاطبك الحين وبعد ما تتخرجون تتزوجون. طعم ام محمد خططت وخلصت. لا يما ايش فيك؟ شنو ايش فيني يا يما؟ ابى اشوف عيالكم، ابى افرح فيهم، بشيلهم، بحضنهم، بشم ريحتهم، ما تبون تفرحوني؟ انت بخاطرك عرس صح؟ اي قولي الصدق. وليش لا؟ طقطقه وطيران وهابس صح؟ اي اكيد. إذن ما حياتي ما يخالف أروح أنا؟ لا راح تفكرين، راح يخطبك إن شاء الله يصير خير. Good night. Good night. ما ليش دعوة برد عليك. أنت بس لا تعاتين إن شاء الله والأمور طيبة. كاوصل. السلام عليكم. سلام، هلا هاجر. هلا فيك. شلونك؟ دلال. تمام الحمد لله. هاجر من خالتي. هاجر هذه دلال. هلا هاجر شلونك؟ هلا والله. حياك، تفضلي. تفضلي. سامحيني فاجأتك على غفلة وكلمتك. لا ايش دعوة، كهو البيت يمكم.
عاد توني قاعد اسولف مع دلال عن طبيعه شغل الوالد ما شاء الله وعلاقاته، فانا خليكم تصرفون مع بعض وتعرفون على ما اطلب لك شيء ان شاء الله. لا قاعد وين رايح؟ انا ناديهم. اكسكيوز مي بليز كم شنو هي أحسن مني؟ شكلها أحلى مني، عيونها لشعرها، قولي ليش حبيتها؟ أقول لك أحبك وغار عليك، غار عليك من كل الحريم، أهلي وأهلك، أقول لك لو واحدة تأخذك مني أموت. أنا الحين قاعد أموت. الموضوع هذا مسكرنا، ليش نعيد ونزيد فيه؟ ليش تعورين قلبك؟ ليش تعورين قلبك وتعورين قلبي معاك؟ خلاص الموضوع تسكر، كل شيء بالدنيا يمكن يتسكر إلا أن الريال حط واحد على رأس مرته. شلون المرة تقدر تنام وتحط رأسها المخدة؟ تدري أن ريالها عقله وقلبه في مكان ثاني. تعرف شنو؟ تعرف شنو أن واحدة ثانية تشاركني فيك؟ تشاركني بقلبك، بحبك. أحبك وبيج وما أفكر غير فيك. أحبك صجمنا وبيبي نسيتها. ترى بيبي غلطة نسوة، غلطة ونسمة ممكن يغلطها أي ريال. وعدك النسوة هذه ما تتكرر وحد، وحبنا وعشرتنا ما تتكرر النسوة. نسوة انتهت، بس هي ما انتهت من قلبي. تدري شو اللي خليني متمسكة فيك للحين؟ أنا تريلي وحلالي ولي بروحي أنا بس. يلا 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 ثاني وراك. لا تنسون شيء. ايش ننسى الله يهديك؟ ما نسيت مشوار بعدين تنسون شيء وتوهقوني. ما نسينا شيء ابو محمد، كل شيء بناه، كل شيء. لا تحاتي، بس لو الله يفكنا من حنتك شوي كان احنا بخير. جبتوا الفحم؟ يما يبا تكفون، احنا رايحين نستانس ولا تناجرون؟ يلا صباح خير. ما ادري ابوك هذا كله حنا ورنا. صباحكم الله بخير. هلا هلا سالم، شلونك؟ والله بخير عمي، شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير وسلامة. عسى عسى. خالتي شلونك؟ شو اخبارك؟ هلا امي، هلا حبيبي. انت شلونك حبيبي؟ والله بخير، دامكم بخير. ها انتم رايحين الشاليه؟ اي والله رايحين نوسع صدرنا شويه، نغير جو.
جيب امي امتك خلت توسع صدرها ويانا، جيبها وتعال. حاضر راح اقول لها. اهم شيء انتم ناقصكم شيء، تبون شيء؟ لا ما تقصر، كل شيء تمام. اكيد اوكي. بس تمام من رخصتكم. حياك الله. سلام. حياك الله وليدي. حياك. ها ما نسيتوا شيء؟ ما نسينا شيء، ما نسينا، بس تكفى حنا حنا خلاص. اوف زين يما يبا انتوا ليش بتروحون بسياره وانا بسياره؟ مو فاهمتكم. خو تعالوا معي. لا 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 انت سواقتك مطيوره، انا اسوق على راحتي. لا خل نروح على راحتنا، انت ساير احسن. هلا يما. اي ما لا تحاتين، كان احنا بس قاعدين نذهب الاغراض ونيلك الحين. او لا محمد قاعد مبكر من زمان، طرشت الجمعيه يجيب الاغراض اللي طلبتيها. مو قلتي ناقص زيت وملح؟ اي كاني قاعد احطهم. ماما حطي هذا، حطيتي مال الشاي؟ اي خلاص ماما. يلا ان شاء الله يما، مسافه الطريق بس على ما يوصل. يما قاعد اقول لك راح الجمعيه يجيب الاغراض اللي ناقصه. ماما حطيتي اغراضك اللي تبينها؟ اي حطيت كل شيء. يلا انتم ما خلصتوا؟ كاو محمد يا امي قاعد تسال عنك. يلا يلا خل نخلص بسرعه. شنو هذا؟ احنا من متى عندنا تليفون بيت؟ من زمان موجود بس. الو؟ خلاص دام ما حد رد عليك يلا امشي، احنا مستعيلين، امي قاعد تنطر. قومي ماما يلا. السالفة هذه. يلا 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 بسرعة. وين خد نامتك؟ بيكا نام. يلا ماما يلا. اوكي هات مسكي. يلا لولو. يلا هلا قولي لي بدر شلونه معك؟ زين وايد. بس انا امس ضعفت قدامه، ما كان ودي ابين قدامه ان انا قويه ما بينكسر. غمت شلون ينام يمي عادي كأنه مو صاير شيء. بجيت وقلت اللي بقلبي. تعرفين مرت فترة ما شفت عليه شيء، الريال ماشي يزيد بس شو الفايدة؟ قدامي شيء ومن وراي شيء. زين يعني تحقين يحبها؟ ما أدري ما أعرف. ساعات أقول نزوة قص عليها. عارفين لما يفهمك ان الفكره الريال عنده زوجته بس عادي يكلم واحده ثنتين ورد حق زوجته بالاخير؟ وهو كذي يقول بس لو يحبها كان ما هدا. زين وهي تهجين حبتها؟ وينها؟ ليش ما جت؟ امي وعلي عليها. اذا ابوي قاعد بالبيت مستحيل تطلع. طالع وانا اللي كنت ناويه اقعد انا وياها العصر على اليال ونحط بساطنا وقروضاتنا ونقعد نسولف. ايش فيها يا حظي؟ خالتي اذا تبين امي كلميها قبلها باسبوع. انت تعرفين ابوي؟ ابوك؟ لا حبيبتي ابوك عسر وما ينتحاكى، لا مالي شغل فيها. كيفها تبتي حياها؟ يما تكفين ابوي كله قلبي يحطوا له لك لا يصير في شيء. شيبي شيبي هالشايب زين الحين صار شايب؟ مو هذا حبيب الصبا؟ مو هذا آية الاسمار يا زين؟ حشتيني. ايش فيك انت عاد؟ خلاص قولي له كان جايه. كان جايه. انت وينك بيبي؟ كلميني. هذا مو اسلوب، تعبت ترى مليت وانت قاعد تثقلين علي. ردي علي.
عاش تعقولك. لما صدق اليوم اجرمتي فينا صراحه. عليك بالف عافيه. الله يعافيك. تسلم مدينتي الحلوه على الطبخه الحلوه. تسلمين. اشتهوا. اي صدق محمد ابوي كلم المدير ترى وقال خلتيه درار يوم الاحد وتجيب معاها اوراقها. صدق عاد؟ الله يبشرك بالخير. منو دلال؟ اما هذه واحده ويانا بالدوام عندها ظروف وقاعد اساعدها. لا تحاتي ان شاء الله موضوعها يخلص. والله يا هاجر مشكوره وما قصرتي، صدق راح تكسبين اجر بهالبنيه. تصدقون عاد؟ ذاك اليوم حلمت حلم من كثر ما الحلم حلو ما ودي اقوم منه. عجيب. انا حلمت ذاك الحلم اللي انت لابس ذاك البشت السلب وقاعد على ذيك الكوشه ويمك العروس المزيونه الحلوه اللي من حالاتها ماني قادره اشيل عيني من عليها. زين ما عرفتي بعد العرس اي صاله؟ بس هذا الحين حلم دراني انا اي صاله، ايش فيك خليني اكمل حلمي؟ زين يما امان من العروس ما بينت؟ يلا اخذ هذه. لا ما بينت من العروس اصلا، يعني انا يعني من كثر ما البنيه مرتاحت لها وايد واصلا عيني ما شالت من عليها طول ما انا قاعده بالعرس بالحلم، ما شلت عيني من عليها كثر ما انا قلبي فاز كذي عليها ومستلطفتها وحابتها شي احس انها يعني من مواخيتنا قريبه علينا كذي عرفته. والله يما انت احلامك ما ادري شلون قاعد. لا ان شاء الله تصير معرس يا ربي الله يبلغني فيك وان شاء الله حلمي يتحقق. الحمد لله اكرمك الله يما. هني وعافيه. بس شنو تعالي حجيه وين؟ ما اكلتي شيء؟ شنو هذا؟ شبعت. قالوا يوم مفتوح بس مو كذا يخرب الدايت. يلا ذبحتنا بهالدايت، دايت ودايت. يبا اكله واكله وما عليكم من هذه، بس دايت ودايت.